ألا يا حمامات الأراكة والباني ترفقنا لا تضعفن بالشجو أشجاني ترفلنا لا تظهرن بالنوح والبكاء حتى الصبابات ومكنون أحزاني. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه تن في سهره رمضانيه وليله من ليالي تن. احنا النهارده موجودين في بيت السحيمي بالتحديد في شارع المعز علشان ننقل لحضراتكم الاجواء الرمضانيه والروحانيات اللي بتكون موجوده في ايام رمضان، بالتحديد النهارده في حفله لفرقه حلقه ذكر. نتمنى لحضراتكم سهره ممتعه وليله طيبه من ليالي تن. يلوح الهوى ولكن لمن ذاق طعم الهوى حانة الأقدار عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي هذه الأزهار. معادنا مع العازف الكمان الأستاذ سمير سعد. بنرحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة تانية. أهلا وسهلا يا فندم. بداية عايزة حضرتك تكلمني عن الروحانيات اللي بتكون موجودة في شهر رمضان وعن التفاعل مع الجمهور في بيت السحيمي أو في الحفلات المختلفة اللي بتعملوها. والله يعني شهر رمضان ليه طبيعة خاصة في بالنسبة لنا كفنانين وموسيقيين، يعني لما نيجي مثلا نعزف أو نشتغل في المزيكا في غير شهر رمضان يعني شهر رمضان عايز أقول لك إن هو ليه روحانيات وحاجة كده لله، يعني بين العبد وربه. فيعني شهر رمضان ده حاجة جميلة يعني جدا جدا بالنسبة للفنانين والموسيقيين يعني. مشاهدينا مشاهدي قناة تان، على جانب الحفلة اللي موجودة النهاردة في بيت السحيمي معانا الأستاذ شريف أبو العلا مؤسس فرقة حلقة ذكر. بداية عايزين حضرتك تكلمنا عن فرقة حلقة ذكر. طيب، هي فرقة حلقة ذكر أسسناها من 4 سنوات، وكان ليا الشرف إن أنا اللي بكتب كلمات الفرقة، والفرقة بتضم أوائل المنشدين في مصر وفي الشرق الأوسط. يعني أول إبداع السنة دي تالت الشرقة، أوائل مدرسة الإنشاد الديني، كمان بتضم عازفين من المهرة جدا، وأول مرة يمكن ندخل في الفرق الشرقية آلات غربية. فإحنا بنشتغل معانا فلوت، ساعات بنشتغل معانا كلارينات. يعني الهدف إن إحنا أكتر إثراء العمل نفسه، علشان لقينا إن كل فرق الإنشاد تقريبا اللي في مصر بتشتغل من كتاب واحد، من أشعار واحدة. هي قديمة وعملاقة طبعا، ولكن قوية في زمن اللغة العربية القوية قوية، يعني تصعب على الجمهور المستهدف فهمها بسهولة. فكتبنا كلام لغة عربية فصحى ولكن شوية أسهل من اللي بتسمع في الجامع، بطريقة تؤدي إلى يعني انجذاب الناس بشكل أكتر. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة تانا، احنا دلوقتي معانا الاستاذ محمود عبد العزيز ملحن وعضو في فرقة حلقة ذكر. بنرحب بحضرتك على شاشة قناة تانا، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. بداية عايزين حضرتك تكلمنا عن الالحان اللي حضرتك بتلحنها خلال فرقة حلقة ذكر. احنا اشتركنا مع فرقة حلقة ذكر مؤخرا، بنعمل نهج البردة
بنلحن البوردة يعني من أول وجديد، لحن عصري يعني مكان التراثي اللي كان بيتقال الأول، ومشتركين في فرقة الذكر، في فرقة حلقة ذكر بنعمل معاهم الجزء ده من البوردة يعني، وبالإضافة للأعمال اللي هم بيعملوها في البرنامج بتاعهم يعني. طب هل الروحانيات اللي بتكون في شهر رمضان الكريم بتأثر على حضرتك في الألحان ولا بتكون مختلفة؟ طبعا أكيد يعني احنا في شهر كريم مبارك يعني، كل سنة وحضراتكم طيبين. أكيد ان احنا في شهر رمضان بنتأثر بالروحانيات وبنتأثر بالطقس الرمضاني يعني، وبنقدر نعمل يعني يا رب يقدرنا يعني نقدر نعمل حاجة تعجب الجماهير إن شاء الله. نورك يا حق وشرق أراضينا وبنور حبيبك تبهى ليالينا. مشاهدينا الكرام، على هامش حفلة حلقة ذكر النهاردة من بيت السحيمي معانا الأستاذ أحمد العمري منشد ديني. بنرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. سنة وحضرتك طيبين وكل المشاهدين بخير يا رب. بداية عايزين حضرتك تكلمنا عن فكرة الإنشاد الديني وعن الروحانيات اللي بتكون موجودة في شهر رمضان. هو عامة بسم الله الرحمن الرحيم، الإنشاد الديني طول السنة يعني، احنا كمصريين بنحب ذكر سيدنا النبي، بنحب ذكر ربنا سبحانه وتعالى، الناس بتحب تصلي على سيدنا النبي على طول، هو طول السنة بس في رمضان علشان الناس بتحب تقرب لربنا فاحنا بنحاول نهيئ الجو شوية يعني، فبيبقى على طول في حفلات. طبعا صندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة عندهم نشاط كبير قوي في كل البيوت الأثرية في القاهرة، بيعملوا حفلات بشكل مستمر، فالناس بتحب تقدر عشان تشحن روحها زي ما بيقولوا كده، بيقربوا ربنا وبيقربوا الصلاة على سيدنا النبي طريق الإنشاد الديني، بيسمعوا المدح والذكر والحاجات الجميلة دي كلها. طب كلمني عن التفاعل مع الجمهور، ازاي بتلاقي فيه تفاعل مع جمهور من مختلف الأماكن معاكم؟ والله عامة جمهور شعب مصر سميعة بالأصل، احنا كنا زمان ايام المشايخ زمان السمع ده متوارث عندنا يعني، الجمهور سميع ومحب، اقل شيء بتفرح الشعب المصري، اقل حاجه بتفرح الناس، مجرد الصلاه على سيدنا النبي الناس بتتفاعل تفاعل جميل جدا، مع توافر بقى الاصوات الكويسه كمان، لو في اصوات حلوه، لو في عازفين كويسين، في عمل منظم كويس، تقدر الناس باقل الامكانيات يعني تخلق جوه الجمهور تفاعل كبير جدا يعني، ما فيش ليله من ليله الانشاد والذكر والمديح الا ما بيكون الجمهور فعلا خارج مشحون ومتسلطن ومصلي على سيدنا النبي يعني. بشكر حضرتك استاذ احمد العمري، شكرا جزيلا. مشاهدينا كان هذا لقاءنا مع استاذ احمد العمري منشد ديني. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم جزء من حفلة حلقة ذكر، نتمنى ليلة تاني النهاردة تكون عجبت حضراتكم، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.